الروم ابن عمره، حياك الله ابن عمره. هذا والله يا مرحبا. هذا يا مرحبا ابن عمره، اول شيء عطنا رسالتك لمحمد بخروجه. الله يستر عليه ابو شايع، كسبنا اخوان كلنا، والصراحه مثل ابو شايع بيكون محله يعني فارغ. وابو شايع انا احبه، وحتى ما قدرت والله اني اكون عند الباب مع الشباب. اللهم اني انا سلمت عليه وحطيته كلمه من القلب الى القلب، والله يحفظه. ابو شايع ولد علم وشاعر كبير، والمستقبل قدامه ان شاء الله. طلع من صرح كبير وعظيم، وطلع ان شاء الله وقدامه المستقبل المزهر باذن الله. يعطيك العافيه محمد. كلمه من القلب للقلب، سام الله. ما سبب غيابك الفتره الماضيه؟ الجمهور يفتقد محمد بن عمره، عقاب المنبثق، الشيخ عقاب، عقاب المتسلط، الشيخ عقاب، الكاركترات هذه اللي شفنا فيها بن دفنه متسلطن في اول برنامج ابن عمره الاسبوع هذا. ابن عمره، اللفته الجميله اللي شفتها لك، الامسيه اللي كانت من اعداد رئيس القريه، نوجه له تحيه بعد على الامسيات الجميله جالس يبهرنا بها. ما هو السر في غياب محمد بن عمره؟ اول حاجه يا هاني، انا لي عتاب محب عليك انت وعلى اعضاء كلام اليوم. ان تدري اني انا من بدايه برنامج زد رصيدك الى الساعه هذه، وانا ما اختلفت معكم في اي وجهه من وجهات النظر. طبعا مع عمره، كونك ما اختلفت او اختلفت، هذا لا يقربك حبا ولا يبعدك. كل اللي اختلفوا معنا واللي ما اختلفوا كلهم اخوان واحباب وعين الراس، والخلاف يحصل بين الاخوان عادي. اسلم. هذا يعني انا ما اعتبرها مشكله، انا اعتبرها سوء اختلاف او سوء يعني تفاهم. كان هذاك اليوم طلعتوا لي مقطع سلك الشاحن قبل ما تطلعونه لي، قلتوا لي يا راعي المقطع اذا شفت المقطع لا تجينا، لا تتكلم معنا، لا. فانا سكت طبعا ما جيت، بس اني حسيت اني انا من جد يعني مزعج، وحسستني اني انا مثل الكنبه هذه، وجودي نفس وجود هالكنبه هذه مقابلكم على طول، مع انكم اذا ناديتوا المتسابق وجاء وجلس على الكرسي صفطوا 10 دقائق ولا ربع ساعه ويعطيكم من طوله البال لو من بالها ضايق شوي. فانا هذا عتابي عليكم فقط لا غير. انا لاني مزعج ولا اني والله كثير كلام. محمد، احنا سؤالنا واضح يا محمد، انت مختفي الفتره الماضيه. بس خلنا ناخذ العتب بس. منصور انت وش مشكلتك؟ ما في مشكله. يسالك سؤال حاتم. محمد الله نبغى نسمع جمهورك يبغى يسال. يا محمد الكلام ما هو من روسنا. طيب حاتم. يا ابن عمرو الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالنور. يا لك حق العتبة، وإن غضبت فأبشر بالحق طال عمرك، وحنا آسفين. يمكن أنها حادثت ذاك اليوم من غير قصد من الشباب، وأنا نيابة عن الشباب أقول لك حنا آسفين، والله ما نقصد، وأنت مقدر وعزيز وفوق الرأس يا ابن عمرو. بس المقصد يا ابن عمرو أن الفكرة هذه صارت مكررة، عشان كذا حنا قلنا صاحب المقطع. أنا ذيك الأيام أصلا ما كنت أدري المقطع لمين، لكن الفكرة هي واضحة. صاحب المقطع فكرة جوالي على الشاحن، يعني أنت تحب جاي بتقول أنا عندي جوال؟ يعني لا تناقشوني في هذا الموضوع لأنكم ما طلبتوني من البداية. إي أنا فاهم، يعني أنت إذا جيتنا بتقول معي جوال يعني، فالنقاش ما كان له قيمة. عشان كذا احنا كبرنا راسك عن هذا النقاش، ومثل ما قال حاتم سديد ويسد عنا، اعتذارنا لك يا ابن عمرو إن كان هذا خطأ، وإن لم يكن خطأ نعتذر منك وانت مقدر. جاوب منصور على سؤالك. هاني منصور، ما في مشكلة. محمد احنا لما نسأل محمد، أنت كنت من الأسماء الأول في التفاعل في اليوتيوب، وأدائك رائع، وغطيت البث يا محمد، وكنت قوي جدا. لا تلومنا يا محمد إذا قل مستواك، احنا نبغاك ترجع محمد اللي احنا نشوفه والجمهور يشوفه. فلا تلومنا يا محمد، حتى لو كانت نبرتنا فيها خطأ احنا آسفين مليون. لا والله بالعكس. لا والله. طيب يا محمد خلينا نتجاوز الوقت هذا، الوقت يروح لك. اصبر لي ولد، عطنا جوابك على موضوعنا. أول شيء أنت ضربتوني بحاتم، وحاتم غالي ما عاد يبقى لي شيء. الشيء الثاني، أما من ناحية محمد، أنت تقدر ترجع لتقرير الرياليتي اللي عرض اليوم مع ابو يارا، والظاهر انك بتشوف يمكن جزئيات كثيره من محمد كنت حاضر في الاسبوع هذا. انا ما ادري انت بالظاهر تبون اللي صايح. لا لا دقيقه ابن عمره، تدري انا وش ابي؟ اي لبي. انا ابي شغله واحده. اي بالله هامر. ابي قصيدتك في الخيمه. اي قصيدتي في الخيمه. اي هذا اللي ابي. ابشر بساعدك على خشم. يلا عطنا شو يقول؟ لا القصيده طويله يا ابو. عطنا شوي منها، ما ندري 5-10 ابيات. يقول يا الغايب اللي غبت دايم على البال، ما غبت عن جو الحزين ومداره، لو هالثرى عني توارب من زال، فوق الثرى فعلك بنى لي مناره. يا سلام. على طريق الصمت لا زلت رحال، والصبر زاد اللي يهمه وقاره، من يوم شفت الغدر بوجيها الانذال، حلفت ما اكون السبب فالشراره، صبري على قاع العنا واشهب اللال، ولا ينقهر قلبي وهو في دياره، البارحه عديت في روس الاقذال، محفي قدم رجلي على راس قاره،
يا الماضي اللي كل ما جيت الأطلال يشب لي من بين الأطلال ناره راسي من التفكير في سوء الأحوال ما انفجر ولا يا قربة انفجاره انفجاره إلى نهاية القصيدة. طيب الله وجهك يا حاني. طيب ابن عمر عندي مداخلة بسيطة لو سمحت. ابن عمر صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور. ترى في متسابقين الحين ودهم ينقال لهم نفس الكلام اللي ينقال لك انك وينك مختفي ليش ما تتفاعل الله يرحم شيخ غيرك يقولوا له تكفى تفاعل على خير. انت يا ابن عمر من افضل المتسابقين اللي كانوا موجودين هنا تفاعلك دائم من الاسماء الاولى فالمستوى في نزول. انت قبل شوي يوم تقول انتم مش تبوني انا بعطيك بشكل سريع نبي ابن عمر الاول بس سم. انا بعطيكم الاسباب بشكل سريع انا بعطيكم الاسباب بشكل سريع. اول حاجه الشباب اللي موجودين جعلهم يسلمون وياكم صاروا بعض الأحيان يملون من الجلسة معي لأني يعني مثل ما قالوا أني أقطع الكلام كثير مع أني أنا ما أنظر للشيء هذا أني أنا إنسان أقطع الكلام بالعكس أنا أحترم الجميع. جميل. السبب الأول أن الشباب صاروا يتحسون منك صاروا يتحسون مني فأنا يوم حسيت نفسي أني صرت سبب مضايقة بعض الشباب صرت أنا أنسحب شوي. جميل. السبب الثاني الشيء الثاني هو الأهم من هذا كله أنا يعني صرت أدور اللي في خطر المتسابقين على حساب نفسي عشان كذا أنا قلت في فقرة المطبخ أنا ببقى مثل ما أنا إلى نهاية البرنامج. أنا إنسان قصصي أنا إنسان عندي قصص عندي قصائد عندي أمور عندي أقدر أستخدمها في جلسات وأطلع من الشخصية اللي كرهها الشباب أو ما بغوها الشباب أو صاروا يتضايقون منها. طيب ابن عمره سم. اترك الشباب على جنب أي نعم. واسألني واسألك عن ابن عمره هل ابن عمره حاب هذه الشخصية ولا لا؟ والله أنا بديت أكره الشخصيتين كلها أبغى أرجع نفس محمد اللي كان عند أمه هناك ده مبدأ عمره. وش محمد اللي كان عند أمه؟ اللي كان عند أمه يا سلام يا زينة محمد ذا. طيب عطنا هذه الشخصية بس يا محمد لا تخلي كلام المتسابقين زملائك يغير شخصيتك في البرنامج. ليش؟ أنت في الإعلام يا محمد بكرة ستسمع نقد الجمهور وجلدهم وحبهم وثنائهم وتسمع كل شيء بلا فلترة فنبغى محمد بن عمره مثل ما عرفناه في قصيدته الصلبة القوية نبغى الشخصية الصلبة القوية اللي إذا كانت على حق ما تتغير. بس أنا عندي مشكلة الإيثار على النفس كثير. لا يا ابن عمره هذه المشكلة الإيثار في الطاعات أحيانا أنت ترى مكروه. جميل. فأنت في مجال مسابقة والإيثار في مثل هذه المسابقات ترى مكروه. يعطيك العافية يا ابن عمره. أنا بقول لك كلمة أخي سم. أنا ما شوف أنا وصلت إلى مرحلة أني صرت فيها أقول عشاني أطلع مع هالبوابة هذه وأنا مذكورون بالخير وأنا طيب وبخير أنا طيب وبخير. خايف المحزم ينفك عليك. وأنا مؤمن أن المحزم ما زال موجود لكن بعض الأحيان لا والله. طيب محمد اسمح لي محمد في تفكك المحزم يا محمد وأنت خاف من المحزم. لا في تفكك لكن أنت غانم إن شاء الله بسرعة. بس أنت وش قصدك أن بطلع سالم؟ أطلع وأنا طيب وبخير ما يضرب مخي ولا يجيني بلاء ولا بس مخك كل شيء. طيب تسمح لي محمد بس محمد مداخلتك هذه نبرتها والله حزينة وأسيفة ولا تعودناها. محمد كان إذا دخلكم في الروم يهتز له الكرسي والكاد والدنيا. أمور واجد. طيب يا محمد فاطمة تقول غدا محمد أنك تعود لي يعني مستواك هذا المقصد الأخير. طيب محمد فاطمة تقول غدا ستكون الأمور على ما يرام فنحن نحيا على أمل عظيم ما دام الله أعظم. الله أكبر. يعطيك العافية يا محمد. شكرا لك.